هنا سؤال: هل يجب الرد على العالم المعتبر المشهود له بالعلم في مسألة فقهية تعيينا بالاسم، أم يكتفى بالإشارة؟ أحبائي في الله، هنا أصل ذكره النووي في خاتمة كتابه الأذكار، وهو أن القول إذا عرف بأنه لا يصح ولا يثبت وهو خطأ، وكان هذا القول والاختيار لعالم فيحذر من الخطأ ولا يذكر اسم العالم لكي تبقى هيبته بين الناس. فإذا هذا هو الضابط، أن تبقى هيبته بين الناس، حتى إذا سمع له في مجلس آخر وفي مسألة أخرى وفي كلام آخر قبل كلامه. لا نجعل هذا الخطأ هو الشعار لكلامه، وعليه يتفرع أننا إذا خطأنا عالما بسبب أنه سهى في مسألة أو أخطأ في مسألة وبينا خطأه، وهذا البيان عند أقوام يفهم أن هذا هو حال البشر وحال العلماء، يصيب ويخطئ، وأن هذا لا يقلل من هيبتهم، فعندها يجوز ذكر العالم. إذا هذا يختلف باختلاف المجالس. فمثلا شيخنا الألباني إمام عظيم من أئمة العلم والفقه والعقيدة والحديث، ونحن تلاميذه ونفتخر من أنه شيخنا وأستاذنا وإمامنا، ومع ذلك بسبب هذا هو حال العلم أننا نخالفه في مسائل ليست قليلة. وبالتالي عندما أخالف في مسألة وكان الذي أمامي طالب علم مميز متمكن يفهم أن هذا حال العلم وحال التلاميذ مع علمائهم يوافقوهم ويخالفوهم، فقد أقول بعدما أبين له ما أراه صوابا، مع أن شيخنا الألباني يرى خلافه، ولا حرج. بما؟ لأن هيبة الشيخ الألباني ستبقى في نفس الذي أمامي. أما الحالة الثانية، أن الذي أمامي لا يعرف ولا يوقر المسائل وينظر إليها نظرة العلم، وإنما ينظر إلى الأشخاص. فإن قلت له: ولكن الشيخ الألباني أخطأ في هذه المسألة، قلت هيبة الألباني في قلبه، فعندها لا أذكر اسم الألباني، وإنما فقط أذكر المسألة والراجح في المسألة. إذن هذا هو تفصيل جواب هذا السؤال.